بعد أكثر من عام على إغلاقها بسبب الحرب، كتاب مفتوح وقارئ وجدناه في المكتبة الوطنية. ليس طالباً أو من الباحثين، بل عامل ديكور من الفريق الذي يعمل على ترميم المكتبة العريقة. عادت لي قليل من ذكريات أن هذا الكتاب كان أنا أحب عن التاريخ. صعوبة تنقل بس يعني إزاحة الكتب يجب المحافظة عليها وتغطيتها بأكياس أو أخيام مشان الرنج اللي يجي فوقها أو أوساخ. يعود تاريخ إنشاء هذه المكتبة إلى بدايات القرن العشرين، وتم تجديدها وتسميتها باسم المفكر أبو بكر باذيب عام 1980. مشروع الترميم الذي تم تدشينه يهدف إلى إعادة تأهيل المكتبة التي كانت تحتوي على أكثر من 60,000 كتاب من مختلف مجالات المعرفة. سيشمل إعادة التأهيل كل الأقسام في المكتبة، أثاث وأجهزة وطلاء. آثار العبث بمحتويات المكتبة ما زال على حاله، والتخريب الذي طال آثاثها كذلك الكتب المنهوبة التي لم تحدد بعد كميتها. حتى الآن لا نستطيع أن نحدد أي الكتب التي تم فقدانها بحكم أننا لم نقوم بجردها حتى الآن، لكن شكلنا لجنة. وضع الكتب يحتاج إلى صيانة خاصة قبل أن يمسح الغبار عن هذه الكراسي المفتقدة. عشرات الآلاف من الزوار في العام الواحد، وأكثر من 7,000 عضو مستفيد من هذه المكتبة. لم يحدد الوقت الذي ستستغرقه عمليات ترميم وصيانة هذه المكتبة العريقة، إذ تظل هذه الكتب والمراجع القيمة مشتاقة لأنامل القراء المشغولين بالحرب وتداعياتها. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.